مباراة صعبة جدا في دور الثمانية، ماتش زي ده مش هيخلص غير مع آخر سؤال. دور الثمانية في الموسم الثامن صعب جدا. دكتور جابر جاد بيحاول يجرب الماتش من أول، ولكن الرسمية للغات بدمياط مش بتستسلم. كان عندي إجابة الهدف إزاي، بس للأسف دوست على البزر متأخر. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اخطف الهدف الذهبي اللي رجعنا تاني في المباراة. إجابة صحيحة. أنا ارتحت أكتر لما الفرق بينا بقى 10 نقط بس، وإن شاء الله في فقرة عجلة الحظ نعرف نجاوبهم. لما رنيم نزلت بعدها في تحت الضغط كنت متوتر، خايف أجاوب أكتر مني. قلقت أكتر لما دخلنا في الريسك بتاعة الجولدن جول، بس الحمد لله كريم قدر يخطفه وقدرنا ناخد 25 نقطة، فمستنيين نشوف عجلة الحظ. مش عارف مربع ذهبي هيعمل ازاي. خلينا نروح نشوف ايه اللي هيحصل وعجلة الحظ هتودينا فين في ماتش النهارده.